غريبة، وينها؟ وينها؟ صباح الخير بابا. صباح الخيرات بابا. أمك وينها؟ بابا ما بعرف، شوفها بشي غرفة ما بعرف. دورت البيت كله ما لقيتها. يي غريبة، وين بدها تكون راحة؟ طب يلا انا رح روح شوفها بالحمام. وانا بدي اشوفها بالكفايش على وش المي بالمسبح. روحي روحي. ماما يا ماما. لا حس ولا خبر يا علينا. طيب بابا ما بدك تبلغ الشرطة؟ هيك دغري بدي بلغ الشرطة. طولوا بالكم لاشوفها، بلكي رايحة شي مشوار. انت روحي اتصلي ببيت جدك بلكي. ولا لك تعالي لك تعالي لك، ما لها شغل لهم بالهم، لانه هي بالعادة اذا راحت لعنده بتحكي معي قبل. يبعت لحمها يا بابا. شو الحل هلا؟ ليكون في عصابة خطفوها وقتنا عم يقطعوا فيها هلا وبدهم فدية كبيرة. خلص اسكتي اسكتي، فال الله ولا فادك. يلا معناتها بابا رح نتركك تفكر وين بدها تكون راحت، ونحن رح نروح نفكر وين بدها تكون. مبين عليه كتير زعلان ومهموم. ما هي باينته بحبها للماما. الو كيفك؟ بدي اشوفك ضروري. ايه استنى نورسا ما بين شي. اخ عيوني يا ريتني ما شفت. شوفي عمي ادم يحكي على التليفون ويضحك. بكي شو عم تحكي انت؟ استني شوي. ايه والله لك قاعد عم يحكي على التليفون ولا هم.